على موضوع جديد وما على باليش اسكو كاين اللي دارو. المهم انا جيت نعطيكم نصائح، ولو كان تقيدوا بهاد النصائح ان شاء الله تنجح القناة تاعكم. اليوم نهضروا عن نصائح باش يقبلك اليوتيوب. باش يقبلك اليوتيوب لازم يكون عندك 1000 مشترك، 1000 مشترك، ولازم لك 400,000 ساعة، ماشي 400، 4000، 4000، 4000 ساعة. لازم تكوني عشاق فديري لي فيديو تاوعك، لازم تكوني كل يوم تحطي، لازم في السمانة تحطي على الأقل 4 فيديوهات على الأقل. لا يعني كاين لي الناس تحط كل يوم، كل يوم إذا ما قدرتيش على الأقل حطي 4 فيديوهات في السمانة باش تكون تنجح القناة تاعك. نهضرو شوية على اليوتيوب وش يحب وش ما يحبش. أنايا نعطيكم نصيحتي ودوك ندوز لكم دي زيماج هكا. أنا رفضني اليوتيوب غير كيما بعت لي بلي القناة تاعك راهي مرفوضة. حبيت نشارك معاكم علاش رفضني اليوتيوب، وحابة نعاون كاع كل قناة جديدة راني حابة نعاونها كيفاش تبدا القناة تاعها وكيفاش ان شاء الله تنجح، وكل واحد والمقدرات تاعو. نبداو الوغ، انا نبدا نحكي لكم من الديبي حتى لافان وان شاء الله ما تجوزوش الغلطة اللي دزتها انا، ومادا بيا نبارطاجي معاكم كامل اسراري. وعن بالي الناس كاع ما تبارطاجيش الاسرار تاعها، انا ما فهمت علاه شحال وانا نحوس نحوس واحد ما يمدلك الصح، جو سي با علاه. في هاد الدنيا لازم الانسان كيما المعلم، المصداقيه في كل حاجه، ماشي غير في يديروا لي فيديو والارباح واسمو ما يهضروش على الصح كيف يبدا. الوغ انا راني مبتدئه كيما كاع القنوات المبتدئه، وماذا بيا تكملوا لا فيديو حتى لافان باش نعطيكم الشروحات تاعي علاش رفضني اليوتيوب. انا القناه تاعي متخصصه في التنوعات، تنوعات ندير طبخ، ندير ديزاستيوس، ندير على ليماش الشعر لاكي غاتينواكو، شفتوا لي فيديوهات تاعي، اخترت ندير لايف تاني. هاد الشهر رمضان شفت واحد لا فيديو واحد الانسان هكا داير، قال لك باش تطلعي السوايع وتطلعي لي فيو وتطلعي ديري تراند. انا درت تراند. سي كوا هو تراند؟ هو كل حاجه اكطوال، كل حاجه جديده راهي تصرادو. انا بديت هكا ندير تراند، درت بوندون شهر، ودوك نوريكم بالدليل كلش، نوري لكم بالدليل. في شهر ما با في شهر، في 15 يوم تكملوا لي كاع شروط اليوتيوب، منها 100,000 اسمو مشترك، 1000 مشترك، قلت لكم 100,000 باغدا، 1000 مشترك و 400 ساعة، 4000 ساعة كملتهم. انا فرحت ما تصدقوش هذيك الفرحه اللي فرحتها، قلت اونفان دوك يبدا يدفع لي الدخل، الربح بلوتو. ومن بعد هما اوتوماتيكمون غير يدفع لك ديري 1000 مشترك و 400,000 ساعة، اوتوماتيكمون تدخل قناتك للمراجعه، تدخل القناه تاعك للمراجعه. انا كي دخلت القناه تاعي للمراجعه كاين بزاف اللي ما يعرفوش هاد النقطه، كي تدخل القناه تاعك للمراجعه اليوتيوب ما يشوفهاش، باسكو كاين دي مليار اولوفات اولوفات راهم يستناو. كاين انا بحت حتى شفت قال لك كاين واحد قال لك بعتيهم ايميل، بعتي لهم كونكونت كملتي لي زور تاعك، وكي حبي يتراجعي يراجعوا لك القناه تاعك. اوكي بعت لهم في ظرف 8 ايام
ايماجين كاين ناس والله غير بالسبع شهور 8 شهور مازال ما تراجعت لهمش القناه تاعهم. انا في 8 ايام ردوا لي لا ريبونس وردوا لي الشوك، قالوا لي فوتخ قناتك راهي غوفوزي، يعني ما قبلوليش القناه تاعي باش يفعلوا لي الدخل. وعلاش؟ هذه هي هنا الحيره. كي حوس قالوا علاش، باسكو كي يكتبوا لك غوفوزي يقولوا لك السبب علاه غوفوزي لك هذاك القناه تاعك. التعب اللي درتو ما يقبلوش كاع اليوتيوب، ايماجين كل حاجه تخص مام فيديو صورتي من التلفزيون ما يقبلهولكش اليوتيوب. انا صورت بزاف من التلفزيون كنت سيغ يقبلهولي بالمونتاج تاعي، ما قبل لي والو اليوتيوب. واش تاني؟ كنت نجيب تصاور زعما تصويره ونديرها المونتاج، ندير 4 5000 فوتو نديرهم مونتاج هكاك وما قبلها ليش اليوتيوب. راني نوريلكم هاد العفاسي اللي انا صراولي. واش تاني؟ كاين شروط اون ليست، والله غنكتبها هاد لا ليست ونعطيها لكم بالديتاي. انا راني درت لكم اون جينيرال اليوتيوب ما يقبلش الترند، كل حاجه اكطوال ولا اخبار حصريه ما يقبلها لك. تجيبي زعما من الانستغرام دي فيديو ولا ما يقبلهم لك. الحاجه اللي يقبلها لك اليوتيوب حاجه انت درتيها، حاجه حصريه انت اللي خدمتيها، كل حاجه انت درتيها. حاجه تكوبيها ولا حاجه تجيبيها لو ليان واحد اخر ما يقبلها لك اليوتيوب. راهو غير يزير، والشروط تاعو راهي غير تتقصح. اليوتيوب فريمون زمان في 2010 ولدوكا راهو كرف ولا يصعب الحاجات. انا فتحت القناه تاعي في 2018 مي ما كنتش ناشطه فيها، جو برسك عام ما درتش كاع لي فيديو، كانوا عندي ظروف. كي عاودت وليت وشت الشروط شتهم بزاف صعاب، وجو قلت سير ما حاش نحققهم، وان شاء الله باذن الله كيما نقول لك نتابعوا ونديروا اللي علينا ونحققوا كاع الشروط تاع اليوتيوب. انا نعطيكم نصيحه، ما تقلدوش وما تجيبوش حاجه ماشي تاعكم. اليوتيوب يحب كرياتر، يحب ناس حاجه جديده، ما يحبش التقليد، ما يحبش التكرار، ما يحبش كل حاجه اعاده. احنا واش كنت ندير؟ كنت جبت فيديو ولا زوج انا عاودتهم، عاودت لهم مونتاج، عاودتهم حتى كان يبعث لي كاين دي فيديو كنت نحطهم يبعث لي افيرتيسمون حق النشر، وانا ما كنتش نعرف. كي وليت نشوف لي فيديو نشوف الناس نشوف فيتو، ومن بعد ايماجي فاسيت كلش خاصك. عندي 20 فيديو كاع فاسيتها، ودوك نوريكم الدليل. وكاين بزاف لي زابوني تاعي شافوني بلي كنت ندير ترند وراني نحيتو على جال هاد الاسباب، اسباب اليوتيوب. وان شاء الله ندير لكم سلسله تاع الربح من اليوتيوب، وان شاء الله تنجح كل قناه، كل قناه مبتدئه ان شاء الله كيما يقولوا ايتاب باغ ايتاب، جامي نوصلوا للقمه بوالو، نبداو حاجه بحاجه وان شاء الله فيها خير. انا مديت لكم كاع النصائح تاوعي، ونزيد نمد لكم نصائح كيما راكو تكبروا القناه تاعكم. انا تاني تكبر القناه تاعي، انا القناه تاعي فريمون صغيره ونسي نكبرها ان شاء الله، وباش نكبرها نكبرها بيكم، نتعاونوا نكبروا المحتوى تاعنا. وكل وحده تحب دير قناه ديري قناه محتوى تاعك، ما تدي حتى محتوى واحد اخر. ما اللي تقدري تكوبي لي لي زيدي الافكار، هذه فكره الافكار الجديده، صح المحتوى يكون ديالك. ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون حصريه، باسكو عن بالي الناس ما يشتمت الصح والناس ما يشتمت واش راهم يديروا. انا ماذا بيا نمد كاع واش عندي، وان شاء الله تكبر القناه تاعي امل بيوتي. ما تنسى
تنساوش فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وابوني وبارطاجيوها بين حبابكم. نحبكم بزاف بزاف.